من سواحل البحر الأحمر إلى تخوم وسط إفريقيا، يمتد السودان أمام العيان بطبيعته الخلابة التي تسخر بالعديد من المجتمعات التي شكلت هويتها في خضم تاريخ شيق لا يعرف عنه الكثير. تنتشر وجوه، ثقافات وطبيعة بديعة على طول نهر النيل، ذلك الشريان المغذي الذي يسري عبر البلد بأسره. بعد سنوات من الحرب الأهلية ينهض السودان في صحوة مكتملة، كاشفاً لزواره كنوزاً متوارية تحت رمال النوبة. انفصل جنوب السودان وأعلن استقلاله عن جمهورية السودان. يلتقي هنا رافدان نهر الأسطوري، النيل الأبيض والنيل الأزرق، قبل أن يكمل رحلته في اتجاه مصر. يمثل النيل المصدر الحيوي للمياه في هذه الأراضي الصحراوية، حيث تتجمع قرى مثل دامبو على شواطئ بحيرة ناصر. تضيف إيناس رالح طبقة من الطمي على جدار بيتها قبل بداية موسم الأمطار المتوقع في نهاية مايو. إذا سارت الأمور على خير، فإن العواصف المطرية تصبح نادرة بشكل مضطرد حالياً. وعشان نصلح البيت يبقى جميل وكده. تعيش إيناس مع أهلها وأبنائها بعيداً عن زوجها الذي يعمل في المملكة العربية السعودية. إنها مشغولة بتوسيع المنزل بمساعدة أخيها الذي يعيش في المنزل المجاور. شغالي في الزراعة طوالي، حسي وقت الزراعة هنا، حسي وقت الحصاد وكده، شغالي في الحصاد وكده. تأتي الصحراء حتى عتبة دارها. السودان هو ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا، لكن هذا المنجم غير منظم، لأن غالبية إنتاج السودان من الذهب هي نتاج جهد عمال المناجم المستقلين البسطاء الذين ينقبون عنه غاضين البصر عن المخاطر. أيوه كلام ده في عبيدية بإغادة فات. تعيد كم متر؟ يباع كل ما يستخرج عبر التنقيب في الأرض في القرية المجاورة والملقبة باسم مدينة الذهب. شوارعها الضيقة مملوءة برائحة السلع المهربة الزكية، الطعام، الماء، الوقود. يجد الباحثون عن الذهب كل ما يحتاجون إليه هنا بعيداً عن أعين المتطفلين. يصفي العشرات الماء أملاً بالعثور على قطع الذهب الثمينة. ينقل الذهب الخام إلى الخرطوم أو دبي بعد ذلك حيث يعالج. إلى الجنوب أكثر وعلى ضفاف النيل يقف معبد أمون شامخاً في قلب النوبة التي كانت مملكة ضخمة مستقلة في العصور القديمة. تم بناؤه في القرن الرابع عشر قبل الميلاد باستخدام الحجر الرملي الذي كان ليناً أكثر من اللازم، فسرعان ما تهاوى هذا الصرح الديني وبات أطلالاً ترعى فيها ماعز ماهر. أثر صلب وده كمان بهايم و قدام المعبد نحن واقفين هسه، وده منطقتنا نحن يعني، فجيرانه نحن دي عقولة ودي صلب وشغالين كده نحن في زراعتنا، وهم بيجوا سواح ديل بيجونا هنا كل مرة. عادة ما تكون المنازل النوبية فسيحة للغاية، وفيها غرف ضخمة تتسع لأفراد العائلة في فروعها بالإضافة إلى الضيوف، وغالباً ما تكون للرسوم على الواجهات دلالات دينية. في الحقول المتاخمة يجري الحصاد على قدم وساق. هذا الفول من المحاصيل الأساسية في البلاد.
ايوه اخضر ينشف بعدين. كنت اكل كل يوم في ناكل كل يوم. لنعد الى القريه الان حيث تتصف ابواب البيوت بزخرفتها الهندسيه البديعه. في شارع جوبات سليم الهادئ يشتري مأمون الطماطم من جاره الذي يبيع الخضروات من بيت إلى بيت في مقطورته الصغيرة. يتم كنس الباحة الرئيسية يومياً بدقة حتى يكتشف قاطن المنزل ما إذا كان ثعبان أو عقرب تسلل ليلاً إلى داخل البيت. يعني في الصيف بارد وفي الشتاء دافي، نفس الكلام تقريبا سين. ما نحن أصو حياتنا هنا نحن ترابلة ما موظفين، بنزرع زراعة بنزرع يعني ما موظفين. فدي حياتنا أصلا دي الطبيعة يعني الكبار كانوا كده. تلخص جوهرة موقع كرم الأثري ألا وهي جبانة الدفوف الشاسعة عظمة مملكة كوش. وبفضل جهود عالم الآثار السويسري تشارل بونيه تم أخيراً التنقيب في هذا الموقع، ما أدى إلى الكشف عن هذه التماثيل التي تعود إلى الأسرة الفرعونية 25 التي حكمت الإمبراطورية المصرية والمعروفة باسم الإمبراطورية الفرعونية السوداء، نظراً إلى أصول حكامها النوبية بغض النظر عما يعتقد علماء المصريات. يهدر جندل النيل الثالث عند حافة الملدة. تكونت هذه الجنادل بسبب العوائق الصخرية على قاع النهر. ثمة ستة جنادل تسببت بإعاقة الملاحة وجعلها خطرة نوعاً ما. يعرف صيادو سمك المحليون كل خبايا وشراك تلك التيارات المائية ويلقون بشباكهم بكل ثقة في المياه الضحلة. في قرية كبرناز القريبة تتبادل الأمهات أطراف الحديث في نهاية اليوم الدراسي في خضم فوضى يعمها السرور. فاليوم آخر أيام الاختبارات قبل الإجازة. تزين نقوش بديعة أيدي الطالبات اليافعات. يجتذب بيت فنانة القرية فاطمة عبد النور جمهوراً غفيراً كل يوم. في السابق كانت تستخدم الحنة في رسم هذه النقوش، لكن مع مرور السنوات حلت محلها ألوان الأكريليك. تكتفي الفتاة العزباء بوشم يد واحدة بينما ترسم تلك النقوش على يدي السيدة المتزوجة. في عادات ايوه صحيح، بس بنرسم في العادات بس في الافراح في المناسبات ماشي تانية. تمثل الصحراء غالبية الطبيعة السودانية. المناطق الغربية قاحلة غير مأهولة، بينما تملأ تلك التضاريس الصخرية المعروفة بالجبال المناطق الوسطى في البلد. يجول بيير جونيه في أرجاء هذه الصحراء منذ عقود، وقد جمع من خلال اكتشافاته قطعاً كثيرة في متحفه المفتوح الخاص به، والذي لا يمكن العثور عليه إلا باستخدام إحداثيات نظام تحديد مواقع خاص ببيير جونيه وحده. ويضم هذا المتحف أدوات كانت تستخدم ذات يوم في طحن الحبوب. على سبيل المثال، هذه الحجارة الضخمة المسطحة بالإضافة إلى حجر طاحون كان يستخدم لسحق الحبوب. تم العثور على كل هذه القطع مدفونة في الرمال على امتداد بضعة كيلومترات. صنع هذا الهاون من أخشاب أحفورية من شجرة أوروكاريا التي تعود إلى مليوني سنة.
كانت تستخدم هذه الهاوينات في طحن الحبوب التي كانت لديهم وقتها، غالباً لطحن القمح ومختلف أنواع الذرة. هذا يعني أنه كانت ثمة قرية كبيرة هنا، قرية أساسية كانوا يزرعون فيها القمح قبل 5000 سنة، من 5000 سنة إلى 10000 سنة. وهذا يعني أيضاً أن الناس كانوا يقطنون بمعظمهم مناطق الصحراء، أي أنها كانت مأهولة بالسكان. سنتجه غرباً الآن نحو قرية بركية، حيث ترحب بنا زاهية عوض في دارها الرحيبة. إنهم يستقبلون الزوار بتقديم ماء الشرب من تلك الجرار الفخارية النوبية التقليدية، لأن درجة الحرارة قد ترتفع إلى 45 أو أكثر في ذروة الصيف. تمتهن زاهية صناعة الفخار، وكانت قد فقدت زوجها بسبب المعارك الأخيرة. تعيش الآن وسط أولادها على مقربة من بيت أخيها. كالمعتاد تعد زاهية الشاي والقهوة لزوارها. نضيف الكوباية نشرب. ثم يساعدها شقيقها في طحن حبوب البن. تقع ورشة الفخار التي تمتلكها تحت خيمة في باحة المنزل الخلفية. زاهية متخصصة في صناعة جرار المياه الضخمة الموجودة عند مدخل كل قرية وكل منزل في هذه الأرجاء. تجد مصدراً وفيراً للطمي على بعد مئات الأمتار من بيتها. الزينة اللون يكون سمها الزير يعني. الزير للموية. أي موية. سو فوق الموية. كل يوم أيوة، لا 40 50 60 بيمشي كده. تولي زاهية التفاصيل عناية فائقة للتأكد من أن الجرار تصلح للاستخدام بشكل عملي وليست بهية الزخارف فقط. تستخدم كل ما يمكنها العثور عليه لتزيينها مثل أكواز الذرة وقطع الخشب. عليها بعد ذلك حمل الجرار إلى الفرن الذي يبعد مئات الأمتار في مكان مفتوح. لا ده حقي أنا براي. نار 3 أيام. 3 أيام. أيوة. ستقوم زاهية ببيع جرارها في سوق دونغولا الذي يبعد عن قريتها مسافة 20 كيلومترا. في هذه المنطقة الريفية تتم زراعة الطماطم بالتبادل مع الفول أو حتى محاصيل التوابل. يشتهر كمون دونغولا بأنه من أفضل الأنواع في البلد. يعتبر حصاد الكمون عملية دقيقة، حيث يتم درس النباتات المجففة بحرص لاستخراج البذور. يستلزم هذا العمل الشاق ساعات من الجهد للحصول على بضع مئات من الجرامات فقط. بالقرب من دونغولا المدينة الرئيسية شمال السودان، تتقدم هذه السيارة نحو واحد من أكبر أسواق الإبل في إفريقيا. كردفان بعيد
هاي بالبلاد بلاد ورد. كردفان ودارفور. في فضي هنا نزل الجمال هنا كله. هنا الختام يختم الجمال هنا موقع الحكومة هنا كله. يختموها تركب تاني من هنا. يمضي التجار ساعات في التفاوض حول أسعار هذه الحيوانات ذات اللحوم المستحبة. لقد ولى زمن قوافل الإبل المحملة بالملح والتوابل والتي كانت تقطع طريقها إلى مصر. الآن تتم تربية الإبل من أجل لحومها فقط، وتعتبر مصر والمملكة العربية السعودية السوقين الرئيسين لها. أنا ما بعرف غرب السودان، يعني 40-50 سودان جمل واحد واحد ده. تقودنا ضفة النيل الشرقية نحو دنقل القديمة، وهي مدينة مهجورة وموقع أثري يعود إلى القرن الخامس. نشأت كحصن بسيط، ثم صارت دنقل مدينة مهمة في النوبة خلال العصور الوسطى ونقطة انطلاق القوافل المتجهة إلى دارفور وكردفان. بلغت أوج ازدهارها في القرن العاشر، ثم بدأت بالتراجع مع حلول القرن الثالث عشر بسبب تعرضها لهجمات متكررة. حتى الآن ما يزال علماء الآثار يكتشفون أجزاء كاملة من تاريخ المدينة، آثار من قصور وكنائس وأديرة مسيحية وغرفة عرش ملوك مملكة مقرة. يعيش فاروق بالقرب من ذلك الموقع مع عائلته، حيث يمتهنون الزراعة وصيد السمك. إنه شهر مارس، مستوى النهر منخفض والسمك شحيح، لذا قل ما يلجأ فاروق لاستخدام الشبكة. يأكل أي شحاب في الماية هنا. إنه يعمل في هذه الجزيرة الواحة التي تعتبر بوابة الصحراء. التربة خصبة للغاية هنا بفضل رواسب الطمي التي تتراكم من مياه النيل. تنشغل العائلة كلها بحصاد الفول. لا يستلزم العمل على النهر قوة جسدية فحسب، لكن أيضا الخبرة التي تسمح لفاروق بتجنب التيارات الخطرة. هاي فيه تمسح فيه في لكن بيطلع مرة كبير. ايوه نقول لك ان الدرج جاينا منتج قاعد من كده من الخزان من كده. ايوه خزان مرم. ما جاي على هذا الجانب من النيل. يختلط الرمل بالتربة ما يزيد من صعوبة العمل. أشافه هو فيها الفول فيها. أيوة لكن أحسن من هنا. لا سمح شديد. سمح كتير أي شديد. هنا ما في. هنا ما حجر ما علي البلح ده. في قرية أودان رودار القريبة قامت عائلة بشارة بدعوة الأصدقاء والأقارب لإفطار خاص احتفالاً بمولود جديد. في بيت قريب يتدرب خالد على الأغاني التي سيؤديها في الحفل مع عزف الطنبورة، وهي آلة موسيقية تقليدية. بس يعني طريقة العزف والقنا من منطقة لمنطقة يختلف، يعني إذا قعد الشمال كده
دقة الشرك بالشرك بيغنوا بالشرك مزاج حسب المزاج حسب المزاج الجو يعني ما عندي زمن معين ولا عندي يوم معين البشارية قوم رحالة يقطنون صحراء النوبة. يجمعون المياه كل يوم من البئر حيث تشرب حيواناتهم أيضا. يدلون بتلك القرب الجلدية الضخمة إلى قاع البئر ثم يرفعونها ثانية باستخدام بكرات يحركها الرجال أو الحمير والجمال. أوي بالرأي الكي يا 25 يبلغ عمق البئر نحو 40 مترا. يوم بريش 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 اي اي كل يوم نشيل موية اي البهايم البهايم هاي يشربون كل يوم. يشربون هاي. طلع. في مارس تبلغ الحرارة 37 درجة وهذا مستوى يمكن تحمله، لكن في نهاية الشهر القادم ستتجاوز 45 درجة بالتأكيد. قبل ابتكار قرب المياه البلاستيكية كان هؤلاء الرحل ينقلون المياه باستخدام هذه القرب المصنوعة من معد الجمال. هذه العملية بأسرها منظمة تماماً، يجب على كل قطيع انتظار دوره لئلا تختلط الحيوانات ببعضها البعض. إلى الشرق أكثر تبتهج قرية أبو فاطمة احتفالاً بزواج أحمد. انتهوا تواً من الإفطار وسيقضون اليوم معاً حتى يبدأ الاحتفال ليلاً. سيكون أحمد طيب ذو 17 محط الأنظار والانتباه طوال اليوم. يأتي الكبار والشباب ليرقصوا رقصة العرضة، وهي رقصة تقليدية حيث تجسد قفزاتهم وجها إلى وجه شعورهم بالكرامة والافتخار. تزين الحنة يدي أحمد كما سيتم تزيين يدي عروسه ليلا. تقف النساء بعيدا بعض الشيء الآن، ولن ينضممن إلى الاحتفالات إلا في نهاية اليوم مع وصول العروس. تقودنا الرحلة الآن نحو جندل النيل الرابع بالقرب من مدينة كريمة حتى في موسم الجفاف النهر أكثر نشاطاً هنا. تمتد سلسلة من الجزر الصغيرة عبر 30 كيلومتراً من النهر، وتعمل مضخات المياه بلا توقف لري الزراعة القريبة. تعوق تشكيلات ضخمة من حجر الصوان مجرى نهر النيل،
والتي كانت تحول دون الملاحة هنا حتى وقت قريب. لكن بعد بناء سد مروي في العام 2006 صار عبور النهر في أمان أمرا ممكنا، لكن ما تزال تأثيراته الضارة على البيئة محل خلاف. ما تزال الجنادل موجودة لكنها باتت أكثر هدوءا. لكن في موسم الأمطار ترتفع المياه أمتارا عدة، ما يجعل النهر غاية في الخطورة. تسخر جزر النهر هنا في مزارع الخضروات والفاكهة. جزيرة آنيس من أكبرها، ويبلغ تعداد سكانها مئات عدة. يعيش الناس على هذه الجزر مكتفين ذاتيا، ما من جسور أو سيارات أو شاحنات زراعية هنا، يستخدمون القوارب في رحلاتهم القليلة. نضج البصل وحان وقت حصاده تقريبا، متبوعا بإعادة غرس بذوره. تقبع منازل عائلة عزيز على أعلى تل في الجزيرة. يأخذ الرجال استراحة لتناول الإفطار أثناء عملهم في بناء ملحق لأحد أجنحة البيت. عندنا البحر يغلب في شهر 8 يكفي، يكون مع القيوف فوق مستوى الجزيرة. بعدها بعد شهر 8 لا يوم 15/9 يبقى نازل لما يصل المرحلة اللسعة دي. بس أما مرات بيكون في ضرر ذات، إذا اللي يكون في شهر 8 الناس كلهم فوق البحر، يكونوا متابعين الموج وما تكسر في البيوت في المشاكل زي دي. دي المشاكل اللي تحصل في الدميرة وكلام زي ده. بالرغم من التحديات يشعر أفراد الأسرة أنهم محظوظون بالعيش هنا. تكونت تشكيلات الصخور الغريبة هذه بسبب مياه الفيضانات، وهي بمثابة شاهد على عنفوانها. نحن الآن على مقربة من مدينة كريمة المتاخمة لسفوح جبل البركل المقدس. نبتة هي العاصمة القديمة لمملكة كوش، ومهد الأسرة الفرعونية 25. لقد حكم هؤلاء الملوك النوبيون الإمبراطورية المصرية، وكانوا يعبدون الآلهة آمون، واعتبروا الجبل المطهر بيته. ما تزال أطلال معبده موجودة عند سفح التل. تزين بساتين النخل ضفتي النيل، حيث يزرع البلح والحبوب. تقع هذه الأراضي على مقربة من النهر بشكل يجعلها غير صالحة للسكن، لأنها عرضة للفيضانات. تعد هذه الواحات بمثابة استراحة من الصحراء القريبة، وملاذ يحتضن أساليب الزراعة الأولية والتقليدية. على أطراف المدينة انتهى خضر تواً من إحراق قوالب الطوب التي صنعها من طمي النهر، وأحرقها على نيران خشب شجرة النيم. هذه الأرض هذه شفتها كيلو ونص كيلين كيلو ونص. النار فيها 4 يوم، ونام نام انتخفز بغاد. قفزت بغاد عادت لك مين حمرت نقضت أو الطويل حار. نفتح العين دي. يوجد الموقد في أسفل هذا البناء.
على بعد بضعة كيلومترات من قرية كريمة تقع جبانة نوري التي ما تزال محفوظة بشكل رائع بالرغم من تأثير الرمال. قام طهارقة الحاكم الخامس لمدينة نبتة بتشييد هرم خاص به هنا، وبالتالي مقابر ملكية جديدة. توجد في مدينة الكرو القريبة من هنا جبانة شاسعة أخرى تم بناؤها على شرف الفراعنة السود، لكن فضل طهارقة أن تكون له مدافنه الخاصة. اتبعت تلك الأسرة طقوس الدفن المصرية واتخذت الشكل الهرمي لمقابرها. بقيت جدران مقبرة توت أمون المتكلسة الملونة برغم تقلبات الزمن العادية، وبالرغم من أن فيضان النيل قد محى بعض الألوان. لا يسهل الانتقال من ضفة إلى أخرى عبر نهر النيل من دون جسور، فوسيلة العبور الوحيدة هي تلك القوارب البسيطة، لكن على المرء التحلي بالصبر. بسبب الأعطال المتكررة وانعدام جدول للرحلات تعمل هذه القوارب بحسب هوى القبطان. من الضروري التحلي بالتفاؤل خصوصا في ضوء التشكيك في مقدرة تحمل العبارة للملاحة في النهر. نتجه شرقاً مع مجرى النهر فنجد بقاعاً خضراء تكسوها بساتين الليمون الهندي والبرتقال. نباتات الحبوب ضخمة للغاية أيضاً. يعتبر الفأس أهم أدوات الزراعة، وهو يستخدم في هذه الأرجاء منذ قديم الزمان. إنه يستخدم في الحفاظ على قنوات الري مفتوحة، كما يستخدم في نثر البذور أو إزالة الأعشاب الضارة، وأيضاً في محاصيل كقصب السكر والقمح والذرة والرفيعة منها. يقوم محمود بحصاد عشب 70 يوماً، وكما هو واضح من اسمه فهو ينمو في غضون شهرين تقريباً ويستخدم كعلف للماشية. ادينا الخرطوم جاي نهيل القايده. بعكس الإبل التي تتم تربيتها للتصدير، فإن الماعز والخراف متروكة للاستهلاك المحلي. تتمتع التربة هنا بخصوبة فائقة بفضل مياه النيل التي ترويها، ما يسهل زراعة أي شيء فيها بقليل من الصبر ومن دون حاجة إلى الآلات. تمثل الزراعة 60% من صادرات البلد، وهذه بمثابة معجزة نظراً إلى أن الصحراء تغطي جزءاً كبيراً من السودان. بعد عبور صحراء بويضة يلتوي النيل متجها إلى الشمال، حيث سنستكشف مروي. كانت هذه المدينة النوبية عاصمة المملكة المتأخرة، والتي كان عصرها الذهبي في القرن الأول قبل الميلاد. لم تكتشف تلك المدينة الشهيرة في الأهرام في جباناتها إلا في العام 1822 بواسطة بعثة فرنسية.
وفي العام 1834 سلب مغامر إيطالي كنوزها، كان قد قام بفرزها وجردها قبل بيعها لبعض الأثرياء في ألمانيا وقتها. في الحقيقة تم ترميم الموقع بفضل مجهود فريق ألماني يعمل على الحفاظ عليها، وكذلك على كشف أسرارها وسبر أغوار ألغازها. سيقضي علماء الأثار 6 أسابيع في معسكر في الصحراء قبل أن يحل محلهم فريق آخر. إلى جنوب موقع التنقيب تقع شندي، وهي مركز تجارة أصناف عديدة من المنتجات. يأتي الناس إلى السوق لبيع الماعز أو لطحن الحبوب. يعمل الحرفيون تحت تلك القناطر بعيداً عن الشمس. تعد طقوس تناول الشاي جزءاً لا مفر منه في حياة القرى السودانية. إنها فرصة لتبادل آخر الأخبار في جو مرح. بالرغم من كون البلد مستهلكاً كبيراً للشاي، فهو لا ينتج أياً منه، وإنما يقوم باستيراده من أسام في الهند. ستستخدم البامية الجافة هذه في السلطة. يثبت تعدد أصناف الفواكه التي تباع في السوق وبلا أي شك درجة خصوبة ضفاف النيل. تعتبر السيارات من وسائل الرفاهية هنا. يفضل الناس ركوب التوك توك أو العربات لأنها أقل كلفة. تؤثر الثقافة الأممية كثيراً في التاريخ السوداني، ويرجع أصل هذه إلى مملكة كوش التي حكمت ملكاتها وأميراتها البلاد، وكنا يعرفن باسم كانداكا. لا تحظى النساء هذه الأيام بدور كبير على الحلبة السياسية، لكن ما يزال لديهن دور كبير في إدارة شؤون القرى وأهلها وبيوتها. يوكل إلى النساء أيضاً تحضير وبيع الشاي، حيث يقومن بقياس المقادير بدقة للحصول على أزكى نكهات النعناع الطازج والزنجبيل والقرفة والهال. وبرغم ضيق المكان فهن يحققن نجاحاً كبيراً. عندما يغلق السوق أبوابه يتكدس الجميع في وسائل المواصلات المزدحمة ويعودون إلى القرى المجاورة. على بعد 50 كيلومتراً شرقاً من النيل تقف مدينة النقعة الرائعة شامخة في الصحراء. كانت هذه المدينة محطة للاستراحة في الطريق شرقاً، وكانت تحظى بأهمية استراتيجية كأحد مراكز مملكة مروي وجسر للتواصل بين منطقة البحر المتوسط وأفريقيا وقتها. توجد في مركزها بئر عميقة للغاية، حيث يأتي أحمد وأولاده الذين يقيمون على مقربة كل يوم لتشرب ماشيتهم، وهي مهمة طويلة وشاقة. طيب ما قصرت
خليك صغير خليك صغير. يوفر أول حوض المياه من أجل الشرب، وتعطينا المسافة التي يقطعها الحمار لرفع القربة الجلدية فكرة أفضل عن عمق البئر. قريب 50 150. ها ها كاين ها هو قاعد نضع عربي خلاص. ها كم أولد؟ ثلاثة. ثلاثة. بنت؟ هاي. بنت؟ اثنين. هاي. يسمح أخيرا للماشية بالشرب. ما خليك ما. تعال. أفشينا قد إيش أنا قد صبتك. على مقربة من البئر يقع معبد أمون في طريق الكباش، وهو يعتبر أهم أثر ديني في البلدة. قبل 15 عاماً كان ما يزال مدفوناً في الرمال. إنه يعكس الثراء الحضاري لمدينة النقع، والتي كانت تسخر بين العامين 200 قبل الميلاد و 250 بعد الميلاد، بخليط من الطرز المعمارية المصرية والإغريقية والإفريقية. على بعد 20 كيلومتراً شرقاً يقع مجمع المصورات، الذي يعود إلى حقبة مملكة مروي في القرن 3 قبل الميلاد. كانت لهذا المجمع أغراض عدة في أوج عظمته. كان فيه سوق العاج، وكان وجهة للحجاج من الوادي ومن ضفاف عطبرة، والذين كانوا يأتون لأداء طقوس التعبد لإلهي الفيل والأسد. كما كان مقر الإقامة الملكي، حيث تعقد مراسم زواج الملك وعروسه. وأقدم من مصر، ولما تتقدمت الحضارة الباقي هنا أمير اللي بيقدم البخور، أرك اللي بيقدم البخور. لما تتقدمت الحضارة بقى الأمير في مروي. أيوة في مروي. كانت أم درمان عاصمة السودان قبل أن تظفر الخرطوم بهذه المكانة، لكنها ما تزال تنافسها على النفوذ من موقعها على ضفة النهر المقابلة. صارت الطرق أوسع بينما نقترب من هاتين المدينتين الكبيرتين. تنبض الأرصفة بالحياة وتعج بالسيارات الشائع استخدامها هنا. الخبز هو طعام الناس الأساسي، لكن وبسبب الاضطرابات الاقتصادية صار الحصول على الطحين صعبا طوال الوقت. لذا عندما تشعل هذه المخابز نيرانها يسرع الناس إلى الاصطفاف لشراء الأرغفة. تستغل ساحة إيقاف السيارات الضخمة هذه في صناعة زيت السمسم أيضاً، وهو من المكونات المهمة للغاية في المطبخ المحلي. تستخدم مطحنة دوارة تحركها الجمال في سحق البذور. من النظرة الأولى قد يبدو سوق أم درمان فوضوياً، لكن في الحقيقة طاولات البيع منظمة للغاية، فلكل بائع مكان محدد، وعلى المسوقين أن يتبعوا علامات الطريق. إن هذه القطعة من أخشاب الصندل شائعة للغاية، وبفضل نقعها في عطور كيميائية يمكنها أن تكون بديلاً للعود الطبيعي باهظ الثمن. عند حرقها في المبخرة يصدر منها شذاً ساحر. انت مالك؟ في نحو 2.5 مليون نسمة من قاطن هاتين المدينتين الرئيسيتين، يستعيد البلد استقراره السياسي شيئا فشيئا.
يعتمد السودان على مهارات سكانه منتظراً طفرة اقتصادية. يجتمع الأهالي أيام السبت في حلبة مفتوحة في المنطقة الشمالية لمشاهدة المصارعة النوبية. يدخل المصارعون الحلبة ويتصارعون بالطريقة التقليدية. الفكرة بسيطة، إسقاط المنافس وظهره إلى الأرض. بعد انتهاء المصارعة يعبر الحضور عن إعجابهم بلصق النقود على جبهة الفائز. نشأ هذا النوع من الألعاب القتالية قبل المصارعة الإغريقية، حيث يعتقد أن عمره 3000 سنة، وأيضاً يعتقد أنه بدأ برماة الأسهم النوبيين الذين كانوا يحاربون في صفوف الجيوش المصرية. حالياً أكثر من يمارس هذه المصارعة هم أهل النوبة من منطقة كردفان. تبدأ هذه المباريات القروية عادة برعاية مجلس الكبار بعد أول حصاد، والذي يبدأ في نوفمبر أو ديسمبر ويستمر حتى نهاية مارس. تقام المباريات يومياً في سنوات الرخاء، حيث تصبح المصارعة احتفالاً بالحصاد الوفير. يخصص جزء مستقل في سوق أم درمان الكبير لبيع المواد الغذائية بعيداً عن بقية السلع. زهور الكركديه المجففة شائعة هنا، ويتم نقعها للحصول على ذلك المشروب الحلو. بعكس جيرانهم في المغرب العربي، السودانيون متيمون بالتمور. تأخذ الروائح المنبعثة من طاولات التوابل المرأة في رحلة من الروائح والعطور من الهند إلى أبعد نقطة في إفريقيا. تمتلئ طاولة بائع السمك بأسماك النيل أو البحر الأحمر المدخنة أو المملحة أو المحفوظة في صلصات حارة المذاق. يباع على هذه الطاولة خبز مسطح مصنوع من القمح أو طحين الطيف، كهذه الفطائر الإثيوبية الشهية التي تسمى إنجيرا. في وسط مدينة الخرطوم يتحول الذهب المستخرج من شمال البلاد إلى قلادات وسلاسل وأساور. وبحسب التقاليد السودانية يجب أن تتزين المرأة بالذهب في زفافها، وهذه نعمة لتجار الذهب في الميدان. هذه الأيام تصنع معظم المشغولات الذهبية في دبي، لكن ما يزال الإنتاج المحلي قائماً، وفي المتاجر المفتوحة يتم صهر الخواتم القديمة لصنع الأقراط. تتخصص ورشة عمر موسى بخواتم الزواج. الذهب يجي من الشمالية، شمال السودان، نجيب ذهب من هناك. يجي هنا السوق يشتري، احنا بنشتري من السوق عشان نصنع الذهب زي ده، ده خاتم. هنا المرأة لما تيجي تتزوج عند الزواج في الزواج هنا لازم انت تجيب شبكة. الشبكة بتتكون من عقد وبتتوى غوايش وختم وحلق.
وتبقى ضفاف النيل خصبة للغاية حتى خلال مساره عبر الخرطوم. أحسن المزارعون دائما استغلال حتى أصغر قطع الأراضي، خصوصا في أوقات الاضطرابات، إن محاصيلها وفيرة وعالية الجودة. في قلب العاصمة يتقابل النيل الأبيض إلى اليمين قادما من أوغندا مع النيل الأزرق أثناء رحلته من إثيوبيا. يظهر التباين بين الرافدين جليا في موسم الفيضان. في مركز المدينة تماما تقع جزيرة توتي، إنها ملاذ غير متوقع للحرية. في موسم الجفاف تنكشف الضفاف الرملية جيدا، ما يخلق شاطئا طويلا حيث يمكن للأطفال اللعب وللكبار التنزه. تؤجر أكشاك صغيرة مؤقتة المقاعد وتبيع الشاي. فلنغادر السودان بسلام في هذه اللقطات المبهجة، في طبيعته الباهرة، معابده ومدنه ذات التاريخ الثري، وأيضاً أهله وتقاليدهم. يدعون كل هذا إلى زيارة أخرى ذات يوم.